هذا الحين كتابنا القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للإمام العلامة الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي، مولود 831 هجرية، متوفي 902 هجرية، يعني عاش تقريبا 71 سنة. سيدي السخاوي مدفون في سخا، البلد اللي جنبك في الشيخ على طول. سبحان الله. سيدي ابراهيم الدسوقي من تلمذة السيوط. مدد بس مولانا قال لا، ده السيوطي توفى 911 وده 821، هو شيخ السيوط. الله جلال الدين. زين مولانا، اللهم سيدنا محمد. اي والله هني كاتبين عنه، كلامه صح، كلامك صح. بس انا فاتح على صفحة الحين التحفة السخاوية اللي هي في المتشابهات القرآنية. صح. هو شمس الدين بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن عثمان السخاوي، نسبة الى سخا، قرية من قرى مصر، ولد في الربيع الاول سنة 38. حفظ القرآن صح. انا فتحت على صفحة، ان شاء الله يا ربي ما تروح عني، وهي زينة. اي حق وايد ناس تضيع منهم شغلة. يقول الصلاة عليه على نبينا شفيعنا الطبيب صلى الله عليه وسلم لمن نسي شيئا، وأما الصلاة عليه لمن نسي شيئا وأراد تذكره، وكذا لمن خاف النسيان. فعن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نسيتم شيئا فصلوا علي تذكره إن شاء الله تعالى. خرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف. وعن عثمان بن أبي حرب الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يحدث بحديث فنسيه فليصلي علي، فإن في صلاته علي خلفا من حديثه، وعسى أن يذكره. خرجه الديلمي هكذا، وسنده ضعيف، وهو عند ابن بشكوال. وأوله: من هم بأمر اللهم سامحه صلى الله عليه وسلم فليشاور فيه وفقه الله لرشد أمره، ومن أراد أن يحدث فذكر مثله سواء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من خاف على نفسه النسيان فليكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخرجه ابن بشكوال بسند منقطع. وأما الصلاة عليه عند استحسان الشيء فقد ذكره الشهاب بن أبي حجلة، وعقبت بقوله: وما أحسن قول شيخ الشيوخ بحمات في مخلص قصيدة مدح مخلص أو ملخص مخلص قصيدة مدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ملخص الكاتب مخلص قصا نقا حل غصن نقا حل عقد صبري بلين خصر يكاد يعقد، فمن رأى ذلك الوشاح منه حق له أن يصلي على محمد. قلت: وقد تقدم النبي عن الصلاة عليه عند التعجب قريبا. شكرا. أنت شو تقول سيدي حجازي؟ سيدي الحجازي شو تقول في يقول اللي ينسى حاجة يصلي على النبي؟ ايه طبعا صلوا على جمال النبي. الصلاة يذكر الله، يقول لا اله الا الله. لا النسيان كمان يقول لا اله الا الله، هذه آية بالقرآن مو آية. واذكر ربك إذا نسيت، دي نزلة في الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي أن يقول إن شاء الله. ولذلك ده قصة سيدنا موسى في نفس الصورة. ليش؟ إن واحد قال له: هل يوجد من هو أعلم منك؟ فقال على الفور: لا. فقال عاتبه الله إنه ما قالش الله أعلم. فدلوا على، قال له: أن عبدا من عبادي لا موجود بين مجمع البحرين، فاذهب إليه وتعلم منه. فراح له وقال له: هل لما قال له: ستجدوني ان شاء الله صابرا، تعلم منه ثلاث مواقف. موقف السفينه بصد الطابور، وموقف قتل الغلام بصد قتل القبط، وموقف بناء الجدار بصد سكي اغنام شعيب لابنتي شعيب.
اتفضل. شكرا سيدي.